الورش اليوم الهدف منها هو بناء وتصميم مؤشر حول مشاركة المرأة الخليجية في التنمية. وهذه الورشة طبعاً تنفذ بالتعاون والتنسيق مع المركز الإحصائي الخليجي والمجلس الأعلى للمرأة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. راح نتطرق إلى كيفية تصميم هذا المؤشر خليجي قابل للقياس وقابل للمقارنة دولياً. تعرفنا على المنهجيات والآليات اللي نستخرج فيه المؤشر ونقيسه بفترات زمنية. مثل ما لاحظين اليوم في خلال هذه الطروحات اللي طرحت هذه الفترة الصباحية أنهم أشادوا بتجربة مملكة البحرين في المجلس الأعلى للمرأة. كل الدول طرحوا تجاربهم لكن البحرين عرضت بطريقة مميزة والكل أشار بتجربتها لأنها عبارة عن خبرة تراكمية لسنوات طويلة طورت كثير من المؤشرات. أهمية بناء هذا المؤشر على المستوى الخليجي تكمن في ضرورة وجود أداة للقياس والمقارنة بين دولنا وكذلك لمقارنة تكتل دول مجلس التعاون بالعالم الخارجي. إيجاد هذا المؤشر سيساعد الدول المنطقة للوقوف على مكامن القوة وأوجه القصور إن وجدت وبالتالي العمل على تحسينها. الوقوف على المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر الرئيسي راح ينشئ قاعدة بيانات في الدول الأعضاء على المستوى الوطني وكذلك على مستوى مجلس التعاون بحيث يتم الرجوع عليها لتتبع ما أنجز في مجال تنمية المرأة ومشاركة المرأة في التنمية وكذلك لبناء وتعزيز قدرات إحصائية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من المؤشرات. الورشة هذه مهمة جدا لأنها هي حتحدد المؤشرات الداخلية داخل المؤشر. إحنا كلنا متفقين كمجلس التعاون إنه مهم إنه يكون في مؤشر يقيس أداء المرأة الخليجية ويقدر يعطينا فوركاست للفيوتشر، لكن مهم إنه جميع الدول تتفق على المؤشرات الداخلية وطريقة قياسها، وهذا هو الهدف من اجتماعنا اليوم. غدا أيضا حيكون في ورشة ثانية لتحديد تفصيل أكثر للمؤشر، وعند الاتفاق للمكونات الأساسية في المؤشر سيتم إن شاء الله احتسابه وحيصير داعم للمرأة الخليجية في استراتيجيات المرأة داخل الدول وللمنطقة ككل.